تفضل. مثلا فضل الشيخ الله بس على الموالد واللي بيحصل فيها يعني، نعم، من الاختلاط والرقص والقمار هل هذا ده شو مشروع او شيء من هذا القبيل يعني؟ انت تسأل عن الموالد وما يحدث فيها. هو فضل الشيخ يعني رد على سؤال قبل هذا بالنسبه للمواسم يعني. المواسم ام الموالد؟ عفوا لم اسمع السؤال جيدا يعني. والله يعني المواسم. المواسم. ماشي. طيب شكرا يا اخ. اعتقد نفس السؤال. شكرا يا موضوع. نعم. انت تسال عن ارتكاب المعصيه في الموالد، هل هناك احد يقول ان المعصيه جائزه او ان المعصيه يتقرب بها الى الله عز وجل؟ فالمعاصي مرفوضه ولا احد يقبلها، وموضوع الموالد الان لا يتقرب بها الى الله عز وجل، واصبحت اسواق تجاريه واسواق تنتهك فيها الحرمات، وبالتالي ليس لله فيها نصيب. فالأوضاع المخلة بالآداب والأوضاع الخارجة على الدين لا أحد يقرها، فكل هذه معالم مرفوضة ولا أحد من العقلاء يرضى بها. نحن إنما نقول علينا أن نتذكر سير عظمائنا لكي نقتدي أثرهم ونفعل كما فعلوا، أما واقع الناس الذي يؤدي المعصية فهذا مرفوض ولا أحد يقبله، والله أعلم.